التهاب الكبد الفيروسي من أبرز الأمراض المعدية والأكثر انتشاراً في العالم العربي خاصة في اليمن ومصر. هناك 5 أنواع لهذا الفيروس أكثرها انتشاراً نوع A. وفي اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي نتعرف على أعراض الإصابة وأبرز سبل الوقاية. حضانه المرض تتراوح من اسبوع الى 6 اسابيع. اعراض المرض في فتره الحضانه رح تكون اعراض احيانا خفيفه وغير ملاحظه وغير نوعيه، مثل تعب عام، شويه غثيان، قله شهيه، انزعاج خفيف في البطن، احيانا حراره خفيفه، كانه اعراض تشبه الفلو لايك. لما تبدأ المرض الحاد الأعراض تختلف نوعا ما، تظهر اللون اليرقاني واللي بتراوح من لون يرقان خفيف إلى شديد، بصير البول غامق، بصير لون البراز باهت نوعا ما، وممكن يصير مع المريض توعك عام وأقياء وغثيان أكثر.